علاقتنا بالناس بتدوم وتطول. ساعات بتكون المصالح هي الرابط والصالح، وساعات بتكون العوزة والحوجة سبب الروابط وأقوى من المصالح. اللي بيكرهك ده مفيش أحسن منه، هتقولي ليه؟ أصله واضح. الأصعب منه اللي بيطعنك في ظهرك ويظهر لك حبه وهو كارهك. الحياة قاسية قوي، اوعى تبوح بسرك واكتم حزنك جوه قلبك، واوعى الوجع يكسرك، محدش هيحس بوجعك اكتر منك، والله ما حد هيحس بوجعك اكتر منك. واوعى تلبس قناع الملائكة، خليك عايش طيب وسط الزحمة. أخوك بجد اللي يسترك وقت غيبتك، وإذا حضرت يتكلم عن أصلك، ولما يعوز ينصحك يبعد عنك وقت زعلك، ولما تغيب يحفظ غيبتك. أصل ولاد الأصول موجودين، بس ولاد الأصول اتربوا على الأصول. ولاد الأصول ما تعلموش الأصول، دول اتربوا عليها. واللي ما ترباش على الأصول يفضل طول عمره متول. نصيحة يا ابني خدها مني، خلي بالك مني ومن نفسك. أنا أخوك وأبوك وعمك، أنا أختك وعمتك وأمك، أنا جارك حبيبك، أنا صاحبك، كنت زمان معاك في التختة، يمكن في يوم وقفت جنبك في الطابور في المدرسة في الزحمة. اوعى في يوم تنسى اني كنت صاحبك، واوعى تستهزئ بيا او تتنمر عليا، انا مش هفية. معاكم النهاردة في برنامج ضد الفوضى، ببارك لكل ناجح، وبقول لكل واحد قد يكون فشل في الثانوية العامة، بقول له دي مش نهاية المطاف، ده انت لو عرفت الحكاية ذهنك وعقلك هيطير. لما تعرف ان العلماء الكبار اللي خلوا العالم يتغير وملامحه تتغير بعلومهم كانوا فشلة. أديسون اللي اخترع أكتر من 1000 اختراع للدنيا كان بطيء الفهم، تخيل؟ أديسون اللي اخترع أكتر من 1000 اختراع للعالم كان بطيء الفهم، وما كانش بيحب الرياضة، الرياضيات ما كانش بيحبها، وبعد كده برع فيها. عشان كده بقول لأي حد الثانوية العامة يا جماعة مش نهاية المطاف، الثانوية العامة مش هي الرابط، الثانوية العامة مش هي اللي هتخليك تبقى عالم العلماء أو تبقى واحد من الناس العاديين، مش ممكن. الثانوية العامة دي بداية الطريق. في ناس، طيب احنا معانا، نبارك للأستاذة إسراء أحمد فاروق من محافظة أسيوط. الو 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 اسراء معايا؟ ايوه.
ازيك يا اسراء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الف الف مبروك يا اسراء. الله يبارك في حضرتك يا فندم. انت حضرتك الاولى على محافظه اسيوط صح كده؟ انت مجموعة حضرتك 99.15%. انت قسم ايه يا اسراء؟ علم علوم. الف الف مليون مبروك يا اسراء. الله يبارك في حضرتك. حضرتك من قريه ايه يا اسراء؟ ايه؟ من قرية ايه؟ بني محمد. بني محمد؟ اسيوط؟ ايوه من اسيوط. دي احسن بلد. الله الله يخليك. انا سمعت ان انتوا عندكم اوائل كتير يا اسراء. الحمد لله في اوائل كتير هنا. طيب انا عايز اعرف في عجاله سريعه كده، حضرتك يعني كنت بتنظمي وقتك ازاي وقدرتي تتفوقي ازاي؟ الحمد لله والله، ده توفيق ربنا في الاول يعني وفي الاخر. ويعني جميلة، توفيق ربنا. يعني الوقت كنت مقسماه يعني الساعات كده، كنت بذاكر شويه بس وقتي كنت بذاكره في النهار يعني، ومقسمه اربع يعني بذاكر اقصى حاجه 5 ساعات بس متواصلين ورا بعض يعني. طب ما والحمد كنتش لله يعني بتعملي مع ماما شغل في البيت ولا حاجه؟ ايه، ما كنتش بتعملي مع ماما اي شغل في البيت؟ لا 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 الصراحه ما كانتش بتخليني اعمل اي حاجه. طيب كويس، يعني ولا كنت بتطبخي ولا كده يعني بتغسلي ولا ربنا حاجة؟ ربنا يوفقك. طب انت ناوية تخشي كلية ايه يا اسراء؟ طب ان شاء الله. الف الف مليون مبروك لحضرتك الله والبني يبارك في محمد حضرتك يا فندم، والمراونة خاصة ومحافظة المراونة. اسيوط، والف الف مليون مبروك يا اسراء، واحنا اتشرفنا بيكي الله يبارك وان في شاء الله حضرتك ليكي يا هدية فندم. عندنا تبعت لنا اي حد في مصر يتفضل ياخدها مننا ان شاء الله رب العالمين. شكرا شكرا خالص والله، الف شكرا مبروك يا خالص استاذه والله. انا اسراء، واتشرفت بحضرتك. ما شرفت اكتر والله، شكرا خالص الله بحضرتك. يكرمك، الف مبروك. اهو بنت من محافظه اسيوط الاولى على المحافظه، من قريه اسمها بني محمد، قريه مهمله. نهجي لنا اتصال دلوقتي برضو من احد الاهالي. طيب الو، معانا اتصال مين؟ طيب اللي انا عايز اقوله لما ناخد الاتصال التاني، اينشتاين برضو من العلماء اللي غيروا وجه الحياه في الدنيا، بيقول لك ما كانش بيحب النسبيه وكان ما بيعرفش يقرا. اينشتاين ما بيعرفش يقرا؟ والله ما كانش بيعرف يقرا، وكان بيتهته في الكلام وكان بيعيد الكلمه اكتر من مره. يا جماعة أنا عاوزكم تفهموا الموضوع، العقلية والنبوغ. المدرس والأب والأم لازم يدوا رسالة لأولادهم طاقة إيجابية. اوعى تقول للولد أو البنت أنت غبية أو أنت غبي، دي مهزلة. ألو، أيوة عمر عبد السميع معانا؟ الو الطالب عمر محمد عبد السميع معانا؟ الو الو الو. طيب الاتصال هنتواصل معاك يا عمر ان شاء الله دلوقتي. طيب بيل جيتس بقى العبقري، بيل جيتس، عارفين ان بيل جيتس عنده توحد؟ تخيل بيل جيتس العالمي العبقري بيعاني من التوحد. دي رسالة بقولها لكل الناس، الأب والأم والمدرسين. الثانوية العامة مش آخر المطاف، والله ما آخر المطاف. ممكن تبقى مهنتك بسيطة بس تبدع فيها. ألو ألو يا عمر. معاك يا فندم. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. هو انت الاول؟ ايوه الحمد لله. الف الف مليون مبروك يا عمر. الله يبارك فيك. ايه الصوره الجميله دي؟ الله يخليك. ممكن كده في عجاله تقول لنا كنت بتنظم وقتك ازاي وانت مدرسه حكوميه ولا مدارس لغات؟ لا انا مدرسه حكوميه، مدرسه عم جيد عامر الثانويه المشتركه في شبرا شهاب بالقناه الخيريه. ألف ألف مليون مبروك يا عمر، وإحنا نسعد إن حضرتك معانا. الله يبارك فيك. أنت علم علوم برضو؟ لا علم رياضة. علم رياضة. طيب ناوي على أنهي كلية يا عمر؟ إن شاء الله هندسة. هندسة؟ طبعا. عايزينك تبدع.
الله. وعايزينك تستفيد من ال 100 منحه اللي سياده الرئيس منحها للاوائل، 100 منحه من سياده الرئيس للاوائل على مستوى الجمهوريه. ايوه عرفت. ايوه ان شاء الله نستفيد. انت شايفك مش فرحان ليه؟ لا فرحان بس ال ايه؟ صدمه وكلام يعني، حاجات لسه ما هو النجاح صدمه يا عمر، النجاح صدمه. لا مش صدمه بس الفرحه بفرحه كبيره صدمه. ربنا يفرح قلبك ويا ريت ترقي نفسك وتخلي بالك من نفسك عشان العين هتيجي عليك اليومين الجايين دول، واحنا مش ناقصين وعاوزين ربنا يسترها علينا. والف الف مليون مبروك يا عمر، وتشرفنا بيك في برنامج ضد الفوضى، وان شاء الله نشوفك في احسن مكان وتحافظ على النجاح وتستمر في النجاح وما تضيعهوش ان شاء الله. طيب احنا عاوزين بقى في اتصال هيجي لنا من قريه بني محمد، اتصال مهم جدا يا جماعه. ليه بقى؟ قبل ما اكلمكم عايز اوصل لكم ان القريه دي قريه بني محمد اللي انا اتشرف ان جدودي منها. حسب معلوماتي اللي وصلتني النهارده ان معظم الاوائل للثانويه العامه من محافظه اسيوط من قريه بني محمد في اسيوط. دي حاجه عظيمه، دي بتخرج ناس عباقره، بتخرج ناس هينفعوا البلد. كان لسه معانا الاستاذه اسراء من بني محمد. اللي انا عايز اقوله زي ما بقول لكم كده، نهاية المطاف مش الثانوية العامة. افترض ان انت جبت مجموع قليل ما تزعلش. والله ما تزعلش. عارف ليه؟ سامحوني هقول لكم الحقيقة. الو، كيف ورحمة الله وبركاته؟ استاذ امين معانا؟ استاذ امين محمد مع حضرتك يا فندم. منور الدنيا يا استاذ امين. الله يبارك فيك يا فندم، ده انت اللي منور الدنيا يا والدي. والله احنا بسم الله ما شاء الله، يعني حضرتك من المذيعين والاعلاميين المتميزين اللي الواحد بيحبهم يعني. متشكرين حضرتك. احنا عندنا عده صرخات واستغاثات. انا شايف في صور حضرتك بعتها لي لمستشفى قائمه ومش شغاله. يا فندم دي مش مستشفى، دي إيه؟ مستنقع. نعم يا فندم، دي مأوى، اصبحت دلوقتي مأوى للحشرات والافاعي وحاجات بشعه. انا مش بقول لك كده وخلاص، هات كاميرا حضرتك وتعالى صور وشوف الوضع قدامك. انا شايف في صور بعتها لي اهي. ايوه انا بعت لك الصور يعني، بس الواقع ابشع. الواقع يا فندم الواقع ابشع. طب هي المستشفى مش شغاله ليه يا استاذ امين؟ والله حد من المسؤولين يطلع يقول لنا مش مستشفى. طب حضرتك ليه ما توجهتش واهل القريه المحترمين لوزاره الصحه عندك في اسيوط وتتهمهم بالفساد، ان مستشفى زي دي مبنيه وقائمه ومش شغاله؟ والله سعادتك احنا تعبنا، جبنا اخرنا، حتى الساده النواب اللي ضحكوا علينا النواب ضحكوا عليكم علينا حلاوه. حضرتك ترن على الواحد. صحيح، فين النواب بتوعكم يا فندم؟ النواب بتاعتنا بتلاقيهم في الساحل الشمالي او بيخدموا المصالح الشخصيه لافراد معينه. الساحل الشمالي، لكن الحاجات الناس الغلابه اللي هي تحت خط الفقر، اللي هم فكرهم ان الناس يعني دي ممكن تتعالج في مستشفيات خاصه. دي مهزله. ولا تسافر اوروبا مثلا عشان تتعالج. دي مهزله يا استاذ امين، مهزله يا فندم. احنا يا ريت واحد مسؤول يطلع ويقول لنا المستشفى مش شغاله دي، لعلم حضرتك المستشفى دي كانت من 10 15 سنه كده كانت شغاله جميع التخصصات. فيها اجهزه يا استاذ امين؟ فيها اجهزه؟ المستشفى فيها اجهزه؟ لا في الوقت الحالي ما احنا ما نعرفش، احنا انا وريتك الهيكل. طب انا عايز اسال سؤال، الاصطف بتاع المستشفى ده راح فين؟ والله ما انا بقول لحضرتك يا ريت حد يطلع. وازاي اتقفلت مستشفى بترعى صحه المواطن وسياده الرئيس؟ على فكره خلي بالك موضوع الصحه ده مهم جدا للمصريين، سياده الرئيس مهتم بيه جدا. يا باشا واحنا 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 افراد، ما احنا مصريين ومعنا الجنسيه المصريه واخد بالك، بس احنا عارفين ان الصعيد مهمش، ولكن احنا عايزين الناس تبص لنا. الصعيد عمره ما كان مهمش، دلوقتي سياده الرئيس عامل مشاريع قوميه عندكم خطيره. فوق راسنا من فوق يا فندم، ما احنا على ارض الواقع يعني. احنا بقول لحضرتك يا فندم احنا بنعاني من كارثه. طب انا لسه حتى مستضيف الاستاذه اسراء من قريه بني محمد من الاوائل يعني. يا فندم احنا عندنا نماذج محترمه برضه في بلدنا، بلدنا دي بلد عريقه من اعرق واعظم بلاد
العالم، احنا يعني لنا اصول وعراقه وحضاره وآل بيت رسول الله، التاريخ والقصر والباني بني محمد يعني الله. ننتسب لعبد الملك ابن مروان يعني ما. يعني لنا جذور اصيله ومتاصله، فاحنا بنقول لحضرتك احنا عايزين حقنا اللي يكفله لنا القانون. صحيح. عايزين مستشفى، عايزين أدمية، عايزين حد ينظر لنا. أنا بقول لك بلاش تتكلم أنت أي مسؤول، ما فيش حد يرد على حضرتك. هيحصل هيحصل. وكل ورق. صرف صحي ما فيش يا فندم، إحنا صرف الصحي 5 ورق. أنا ببعت رسالة من 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 مكاني هنا لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الصحة، مستشفى زي دي فين الصف بتاعها وفين الناس؟ خمس فدادين، إحنا بنقول خمس فدادين. خمس فدادين، مساحة شاسعة. مساحتها بص، واحنا قريه ومقفوله، تعداد القريه دي يتعدى 60,000 نسمه، احنا اقل من مركز واكبر من قريه ما شاء الله. احنا لا عندنا مطافي ولا عندنا اسعاف ولا وتعالى يعني في برضه صور بعتها لي لوحده البريد عندكم. الوحده البريد يا فندم ده ايه بيت قايل للسقوط، يا ريت الاستاذ وليد ينزل لنا الصور بتاعت يعني البريد. لو زريبه مواشي يعني كبير عليها يا فندم، زريبه مواشي. انا بقول لحضرتك كده، احنا بنقول لك كلام من ارض الواقع. يا ريت حضرتك تجيب كاميرا وتصور وتشوف البلاوي اللي احنا عايشين فيها. احنا ما عند يعني ما الناس سنة يعني الناس اللي عندنا ناس بسطاء يعني ناس محتاجين دعم ومحتاجين مساعده ومحتاجين حاجات كتيره، واحنا مش عايزين حق اكتر من حقنا، عايزين مستشفى يتعالج فيها الناس البسطاء. ده اقل طلب يا استاذ امين، ده اقل طلب ان انت تبقى بتطلب الرعايه الصحيه. الفلاح اللي عندنا ده فلاح بينتج وبيزرع وبياكل القامات الكبيره اللي قاعدين في المهندسين وجاردنسيت والزمالك والاماكن دي، وهم هناك مرفهين، مش احنا نتعب لهم؟ وانا مثلا اجي اتعب ما الاقيش مثلا وحده صحيه. احنا مش عايزين مستشفى سوبر لوكس، احنا عايزين مستشفى فيها رعايه صحيه ادميه للبني ادمين دي. احنا بنقول لك المستشفى دي كانت من 25 سنه كانت مستشفى متميزه جدا جدا جدا. طب فين اهالي القريه مع حضرتك يا استاذ امين؟ فين اهالي القريه؟ أنا نيابة عنهم والأهل أهل القرية. طب هو نيابة عنهم ليه ما خدتوش بعضكم وطلعتوا قدمتوا شكوى في الوزارة أو في المحافظة؟ يا أستاذ الفاضل، قدمنا وقلنا. طب ليه ما تتهموش بعض القيادات بالفساد عشان تتحرك الدنيا؟ ما احنا بنقول لحضرتك احنا بنناشدك استغاثة، توصلنا، احنا عايزين. أنا هوصل إن شاء الله الاستغاثة بإذن الله من هذا المنبر بإذن الله لمجلس الوزراء للسيد عبد الفتاح. حاضر حاضر. لوزير الصحة لوكيل الصحة، يا رب. عايزين حد يا رب يطلع ويقول لنا يا فندم المستشفى مش شغالة ليه؟ الصرف الصحي أديله 15 سنة، والله البيوت يا فندم خلي بالك في بيوت وقعت، واحنا بص مقبلين على كارثة ممكن تدمر البلد. البيوت يعني بص ملزقة يعني على الهواء، أقل بيت النهاردة تحتيه مياه راكدة من عدم تصريف الصرف الصحي وتشغيله. البهوات بيقول لنا احنا جبنا الورق وخلاص. طب فين يا فندم الورق؟ يقول لك لا مش عارف شركة المجاولين العرب ولا شركة احنا يعني بياكلوا بعقلنا حلاوة. كل ما تيجي مثلا فترة الانتخابات يضحك بعقلك مسؤول من المسؤولين، ولا ده انا هعمل واسوي، وياخد الاربع خمس سنين ولا حياه لمن تنادي. بس برضه غلطتكم، انتوا اللي سكتوا على حقكم يا استاذ امين. بس مش احنا اللي نستاهل يا فندم. لا انتوا سكتوا على حقكم بالظبط، بس حان الوقت. هو في اقل من الرعايه الصحيه للمواطن؟ واحنا طب هي فين الصحه يا فندم؟ احنا بنقول لك، احنا بنقول عايزين اهتمام. يعني على كده اللي بيروح يتعالج يا استاذ امين بيطلع المحافظه بقى يا فندم؟ احنا بقول لحضرتك وصلنا صوتنا لاعلى مستوى، بس ما حدش يقول لك لا ده تمام، ده انا هشوف لك ومش عارف ايه، والبي يحط يرمي الورق في الدرج. وصدق الله العظيم ولا حياه لمن تناد. عموما بقول لك المستشفى يا فندم، بقول لك تشوف تصعب عليك مساحه ما اقدرش اوصفها لك، وفي موقع استراتيجي. احنا بقول لك مش المستشفى بس، احنا عندنا بلاوي. انا بس انا عايز كاميرا بس من عند حضرتك تيجي تصور. حاضر. البلاوي اللي عندنا في البلد مفيش. حاضر عيني انا ان شاء الله. انا بس ببلغ سلامي لقريه بني محمد خاصه ولمحافظه اسيوط عامه، وتحياتي لحضرتك الرجل الشريف المحترم اللي أصر إن هو يطلع يوري الناس الفساد في قرية مهمشة بيطلع منها أوائل ثانوية عامة كل سنة. ودي حاجة تبشر بالخير إن في عباقرة موجودين في الصعيد وفي كل المحافظات مصر، بس لما تكون قرية بيطلع منها أوائل ومهمشة وما فيهاش رعاية صحية دي حاجة تزعل. أنا تشرفت بيك يا أستاذ أمين، كان معايا الأستاذ أمين محمدي من قرية بني محمد المرونة، تحياتي لحضرتك محافظة أسيوط.
لازم يبقى فيه اهتمام يا جماعة شوية بالصعايدة. الصعايدة دول أصل الخير، الصعايدة أصل العزة، الصعايدة محدش بيقدر عليهم لما بيقولوا لأ، عايزين نقف معاهم ونشوف طلباتهم. أنا ببلغ رسالة قرية بني محمد للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور المحترم مصطفى مدبولي وللسيد ألو محمد بيه. ايوه يا فندم، مساء الخير. ازاي معاليك يا محمد بيه؟ الحمد لله بخير يا فندم. معانا الاستاذ محمد خيري الصحفي بالبوابه نيوز. طبعا احنا يعني في ماساه استاذ محمد حصلت امبارح، ماساه فعلا طبعا. يعني احنا بنعزي اهالي الـ 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 القتلى والمصابين في بيروت، وحضرتك معانا يا ريت تقول لنا المشهد ده بيدلل على ايه؟ والله والحقيقه انه المشهد ده ما بيعبرش عن اي حاجه غير الاهمال الجسيم اللي الحكومه كانت فيه من فتره طويله، وللاسف الشعب نادى بضروره وجود اصلاحات وبضروره يقظه الحكومه وبحاجات كتيره جدا، لان احنا شايفين لبنان اللي كانت بتسمى سويسرا الشرق بلد مهترئه الى حد بعيد، حتى خلافات الحكومه والمحاصصه وكل الامور دي كانت يعني لا تسبق مصلحه المواطن باي حال من الاحوال. وبالتالي لما شفنا يعني دوائر التحقيقات لما كانت بتتكلم عن انه سبب الحريق هو ماده انتراس الامونيوم اللي تم تخزينها من اكثر من 6 سنوات وبكميات كبيره جدا، طيب السؤال هنا يعني حضراتكم صدقتهم مين؟ وايه طريقه التخزين؟ وازاي الموضوع ده يحصل بالطريقه دي لحد ما حصل انفجار يعني يقدر انه اكبر انفجار غير نووي في التاريخ؟ يا استاذ يعني محمد، ده الاستاذ الفنان راغب علامه على تويتر النهارده بيقول اوعوا تقنعونا ان ده انفجار، الانفجار مدمر ده صدفه، واوعوا تقولوا لنا كفاكم كذبا ونفاقا ده عمل ارهابي. هل تتفق مع الاستاذ الفنان راغب علامه؟ لا، هو في الحقيقه انا يعني انا لا اعتقد انه عمل ارهابي ده بالتحديد، لكن لو على الارهاب فلبنان الحقيقه عايشه ارهاب من زمان بسبب حسن نصر الله الامين اللي عامل حزب الله. يعني هذا الرجل اذاق اللبنانيين مراره يعني لم يحتملوها منذ بدايه الحرب الاهليه وحتى الان. لبنان مش محتاجه ان يكون فيها يعني كارثه زي دي عشان نقول ان فيها ارهاب، لا، هي فيها ارهاب من سنوات، وزاد على الاهمال على الارهاب الاهمال الجسيم اللي ادى الى هذه الصوره البشعه التي اصبحت عليها بيروت عاصمة الجمال في منطقة الشرق الأوسط إلى مدينة مكوكة. يعني حضرتك ما بتتفقش معاه؟ لا، أنا لا أعتقد، لكن طيب هو السؤال هنا بقى، هل ما حدث في بيروت في لبنان سيؤثر اقتصاديا على لبنان وسيؤثر اقتصاديا على الدول العربية؟ بالطبع، ما فيش شك، وبكل تأكيد إن لبنان أصلا كانت بتعاني من كارثة اقتصادية أصبحت تتسول دول العالم حتى تقنع المؤسسات العالمية أن تساعد لبنان. يعني حضرتك تخيل، تعالى كده نقارن مثلا وضع مصر بوضع لبنان لما حاولنا إن احنا ناخد كارد صندوق النقد الدولي. بدأنا المفاوضات ونجحنا فيها ومشينا في خطة الإصلاح الاقتصادي فورا. تمام. لكن لبنان أصلا مش عارفين يقنعوا الدول الكبرى إنها تقنع صندوق النقد الدولي بإنه يحاول إن هو يساعدهم اقتصاديا. فرنسا الحليف الأساسي للبنان رفضت مساعدتهم، دول كتير جدا رفضت مساعدة لبنان، خاصة وإنه لو شفنا وقفنا على حقيقة التفجير اللي حصل مؤخرا اتكلف قد إيه أو الخسائر الناجمة عنه كام، ما تقدر بمليارات الدولارات. هل لبنان اللي الليرة فيها أصبحت يعني في الحضيض وفي قاع الأرض تستطيع أن تتجاوز هذه المحنة الإنسانية والمحنة المادية والمحنة فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تدمرت؟ شفنا محافظ بيروت بيبكي على الهواء، يعني دي كارثة. ده أنا حسب معلوماتي لسه وصلني دلوقتي في البريد بيقول لك إن هم عملوا إقامة جبرية على كل المسؤولين في ميناء بيروت. بالظبط، لكن قبل ما تعمل إقامة جبرية على مسؤولين المرفأ أو الميناء، اعمل إقامة جبرية كمان على وزراء الحكومة. كانوا فين من 6 سنوات لما تم مصادرة هذه الشحنة؟ وتم مصادرتها من مين؟ يعني هل كانت إيران بعدها الحزب الله فتم مصادرتها؟ طيب بعد ما تم مصادرتها لماذا لم تستغل أو تستخدم فيما يتعلق بأجهزة الدولة؟
لان ماده نترات الامونيوم ماده بتستخدم في الاسمده وفي الزراعات وفي التبخير وما الى ذلك. هي على فكره نترات الامونيوم دي بعد اذن حضرتك طبعا يعني هي مش ماده بتنفجر، هي ماده سماد زراعي بس بيبقى معاها مواد اخرى للانفجار. بالظبط بالظبط. لكن انا دلوقتي ما هو انا صدرتها، طب اتفضل بقى استفيد بها في البلد، انما تقعد 6 سنين في مرفأ بيروت عشان تحصل كارثه زي دي، طب كان فين التخزين الامن؟ فين الاشراف الدولي؟ وبعض اعضاء الحكومه كانوا بيتكلموا عن انه حصل تفتيش في اكثر من مره على مرفأ بيروت، وقالوا ان هذه الشحنه مخزنه تخزين غير امن ومهيئه للانفجار. طيب ماذا صنعنا بقى؟ احنا عملنا ايه بعد كده؟ الحكومه اخذت اجراء ايه عشان تتجنب ان يحدث انفجار بهذا الشكل العنيف؟ ولا اي حاجه. كنا شغالين في خلافات الحكومه، ازمات ماليه، وزير بيستقيل، وزير بيجي غيره، وهكذا. لكن اجراءات على راي المثل المدرج يا استاذ محمد، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. دي حقيقه، دي حقيقه. للاسف لبنان تعرضت لاكبر كارثه ممكن تتعرض لها. ناس واطفال، اطفال اشكالهم تبكيك. الناس الانفجار كان رهيب. مستشفيات لبنان لم تكن تستطيع ان تواجه فيروس كورونا لعدم قدرتها على ايجاد المستلزمات الطبيه. تخيل دلوقتي لما يكون في حجم انفجار بهذا الحجم وعدد ضحايا بهذا الحجم وعدد مصابين بهذا الحجم، ازاي هتتحمل المستشفيات الرئيسيه في لبنان هذه الكارثه؟ انا والله يعني بعزي مع حضرتك أهالينا في لبنان وبقول لهم يعني عظم الله أجركم وفي مصابكم، وربنا يا رب يعدي المحنة دي على خير. وتشرفت بالأستاذ الصحفي المحترم محمد خيري من البوابة نيوز، شرفت بحضرتك يا أستاذ محمد. سريعا يا جماعة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت مساعدات بطائرات خاصة سريعة، مساعدات إنسانية لبيروت. عقب ذلك الإمام الطيب بعت بعثة من الأزهر الشريف، بعثة طبية بمساعدات طبية لأهلنا في لبنان. احنا عرب، احنا دم واحد. اوعى تقول لي اصل انت فلسطيني وانت أردني وانت سعودي وانت بحريني وانت مش عارف، يعني احنا كلنا عرب، كلنا عرب، لازم نبقى عارفين كويس قوي كده، دمنا دم واحد، ابونا واحد، امنا واحده، لازم نتضافر، لازم يبقى في بيننا وبين بعض تماسك وتعاون. احنا امه عظيمه جدا، امه من الاف السنين، احنا اهل الرسالات، اهل الديانات اللي نزلت من السماوات العلى من رب العالمين. أنا بعزي مع حضراتكم أهلنا في لبنان، وبعزي أهلنا في قرية سمنود، لأن في 3 شهداء ربنا يرحم هؤلاء الثلاثة من أبنائنا في مصر. علي إسماعيل شحاتة أنا بعزي أهله، وبعزي أهل الأستاذ إبراهيم عبد المحسن أبو قصبة رحمة الله عليهم، ورشدي محمد الجمل. الثلاثة دول توفاهم الله عز وجل في هذا الحادث الأليم وهذا الانفجار من محافظة الغربية من قرية سمنود. بعز أهلهم وبقول لهم يعني قلوبنا معاكم، وأكيد كانوا رايحين عشان لقمة العيش، أصلا محدش بيسيب بلده إلا عشان لقمة العيش. خليك فاكر الكلام ده، محدش بيسيب بلده إلا عشان لقمة العيش، عشان عايز يحسن من مستواه او عايز يحسن من 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 امره، او يحسن معيشه اسرته، او يحسن معيشه اولاده. محدش بيقول انا عايز اتعب الا عشان يبقى في صوره احسن. عشان كده بقول لكم يا جماعه خلي بالكم، اي مسؤول، احنا بنحطك مسؤول ليه؟ بنحطك مسؤول علينا ليه؟ عشان تاخد بالك مننا، عشان ما تنامش، عشان تطبطب علينا. اي مسؤول احنا عايزينه يطبطب، عايزينه يضحك في وش الناس، عايزينه يخرج يقول لهم بشريات. النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم كل خيرا او لتصمت. ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده،
اوعى تطلع على الناس وتخوفهم. اي مسؤول طبعا مع احترامنا لكل المسؤولين، احنا عاوزينهم يفرحوا الناس، عايزينهم يبشروا الناس، عايزينهم يقفوا مع الغلبان والفقير والمسكين والمحتاج ومع الارمله ومع اليتامى، عايزينهم يبقوا في ظهرنا، عايزينهم يخلوا المصالح الحكوميه في ازهى وابهى صوره. لما اروح اعمل مصلحتي في اي مصلحه حكوميه، اقضي مصلحه، مش عايز اقف طابور، عايز الاقي كرسي اقعد عليه، عايز الاقي يعني مكان يبقى مناسب لاداء حاجات معينه، يبقى الامور كلها منضبطه. لازم اخد بالي من الامور دي. الناس تعبانه، الناس مش مستحمله من كتر الزحمه. النهارده اللي بيروح مصلحه حكوميه نفسه يلاقي المسؤول يبتسم في وشه، عارف لو ضحكت في وشه خدت الثواب، والله العظيم لو ضحكت في وش اللي جاي لك وتضحك في وشه كده وتقول له تحت امرك، عينيا اتفضل استريح 5 دقايق ان شاء الله اقضي لك مصلحتك، ده هيغير، هيخلي الدنيا تتغير. وخلي بالك افهم، رحمة ربنا ما بتنزلش الا على اللي بيرحموا بعض. اه والله الرحمة والفوز والنصر والكرم بتاع ربنا ما بينزلش على ناس بتنهش في لحم بعض، الرحمة ما بتنزلش على ناس بتغتاب بعض، الرحمة ما بتنزلش على ناس بتسرق بعض، على ناس جيرة وشارع واحد واقفين لبعض بالسنج، ما ينفعش. ده حال ما يرضيش ربنا. النهاردة صدر قانون التنمر بتعديلاته من اللجنة التشريعية لمجلس الشعب. القانون دون كان موجود بعض الشيء، ولكن تم تعديله النهاردة في مجلس الشعب في اللجنة التشريعية. أنا بحييهم لأن القانون ده مهم جدا يا جماعة، وقانون أصبح واجب نفاذه. ليه بقى؟ هيجي واحد يقول لي إيه يعني قانون التنمر ده، إحنا يعني إيه قانون التنمر وإيه الموضوع بتاع قانون التنمر ده؟ هقول له إحنا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الناس اللي بقت تطلع لايفات ومن خلال المشاهدات اللي بنشوفها ومن خلال الفيديوهات اللي بتوصل لنا، في مهزلة بتحصل في الشارع. عارف ايه؟ تلاقي ناس بتتنمر على واحد عشان عنده مرض عقلي، مش بيحصل؟ بيحصل. تلاقي ناس بتتريق على واحد عشان ظهره منحني شوية، تلاقي ناس بتتريق على واحد عشان شعره منعكش، تلاقي ناس بتتريق على واحد عشان دينه، عشان عرقه، عشان تبع قرية كذا أو تبع بلد كذا. أصبح دلوقتي يقول لك أنت صعيدي وأنت فلاح وأنت مش عارف من أنهي قرية. ده غلط يا جماعة. لذلك القانون صدر من اللجنة التشريعية بتعديلاته، وأصبحت العقوبة من سنة لغاية 100,000 جنيه غرامة. أقل حاجة سنة و100,000 جنيه غرامة. اللي هيتنمر من النهاردة على حد، إيه بقى أنواع التنمر؟ أقول لحضرتك، أي تنمر عن عرق، اللي يتريق على واحد عشان عرقه أو عشان دينه أو عشان جنسه أو عشان وصفه، خلي بالك ده الموضوع كبير، أو عشان قصير أو عشان رفيع أو عشان حالته الصحية أو العقلية أو المستوى العقلي بتاعه أو المستوى الاجتماعي، وقال له أنت راجل أنت فقير مثلا، أنا آسف في اللفظ، يعني مش عارف أنطق اللفظ عشان إحنا على الهوا، يعني في ألفاظ ما ينفعش تتقال، يبص للفقير يقول له أنت، يبص له بقرف كده، ده هيتعاقب من سنة ل100,000 جنيه. كل شخصين أو أكتر قاموا بهذا الفعل يحاسبوا. الو مساء الخير استاذه هدى، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا حضرتك، انا سمعت شكوتك النهارده، اتمنى توصلها لنا كده معانا في البرنامج. احنا 350 اسره حضرتك ساكنين في بلوكات امبابه. بلوكات امبابه؟ اه
احنا في ستات كبار في السن بتشتغل على عيالها، وفي مطلقات، في ارامل، في ناس كتير متضرره من الموضوع ده. جالنا ازاله. احنا الشقه دي احنا شاريينها، تعبنا وشقانا. طيب ما الحكومه الحمد لله بتعوض الناس يا استاذه هدى. بتعوضها فين ده حضرتك؟ ده هيودونا مساكن عثمان في عند الواحات على طريق الفيوم. طب دي مساكن جميله في اكتوبر، انا اعرف ان اكتوبر كلها كويسه. يا فندم والله وحشه، وحشه جدا. انت رحت شفتوها يا استاذه هدى؟ بحث على النت ان هي على مساكن عثمان. رحت شفتوها؟ شفت صورها. شفت صورها شكلها عامل ازاي على النت. في ابحث كده، اعمل بحث على مساكن عثمان وشوف حضرتك منظرها عامل ازاي. طيب انت شايفه المشكله دي تتحل ازاي؟ ولا وحشه؟ المشكله مش هي حلوه ولا وحشه، المشكله ان احنا شغلنا هنا واحنا مستقرين هنا في امبابه، يعني اهالينا ومدارسنا وكل حاجه هنا. نروح ازاي اكتوبر ونعيش في حته زي اكتوبر دي؟ ناس ما نعرفهاش، ناس ما نتعاملش معاها. يعني انا بخرج الساعه 8 من الصبح، برجع 10 بالليل، ارجع ازاي اكتوبر؟ واركب بكام حضرتك؟ انت شغاله فين يا استاذه هدى؟ شغاله في نادي الجزيره. يعني جنب البيت قصدك يعني؟ في الزمالك. في الزمالك؟ طب ده لسه سياده الوزير اهو مشكورا، كان في مشكله في الزمالك وكان يا فندم، البيت اللي وقع في الزمالك ده الناس تعوضوا عنه. احنا ليه يرمونا الرميه الفظيعه دي؟ انت قصدك ان المشوار بعيد عليكم يعني؟ جدا يا فندم جدا، ده 50 جنيه مواصلات كل يوم، اجيبها منين؟ طيب انا عاوزك من خلال البرنامج تبلغي الرساله لسياده الرئيس والرئيس مجلس الوزراء، وانت يعني ست عامله. يا ريت الرئيس ان انا عامله نظافه وعندي ولدين بجري عليهم. انت عامله نظافه واشرف من ناس كتير. يا رب يخليك يا فندم، ده بس من ذوقك. لا، انت اشرف من ناس كتير. يا رب يخليك يا فندم. اتفضلي. احنا يا دوق والله العظيم انا بقالي 5 سنين عايزه اوضب الشارع اللي انا فيها دي، مش عارفه فازاي هركب مواصلات. طب ليه ما رحتوش لاعضاء مجلس الشعب بتوع امبابه دول؟ رحت يا فندم، انا كلمت، عملت مقابله مع نشوى الديب، النقبه بتاعت امبابه. استاذه نشوى الديب، انا اعرف ان هي ليها مجهود شويه في علينا. اتريقت علينا وقالت لنا احمدوا ربنا ان انتوا هتدوكوا شقق بدل شقق. طب انا ساكنه في شقه. طب هي كده ما اتريقتش يا استاذه هدى، بالراحه عليا بس استاذه هدى، هي كده ما اتريقتش، هي بتقول لك هيدوكوا شقق، فين التريقه؟ ما هي بتقول لي شقتي 35 متر. بنقول لها حضرتك احنا اتجمعنا كلنا، بنقول لها نروح شقق المطار، ما هي فاضيه ما فيهاش. طب ليه ما خدتوش بعضكم وعملتوا طلب محترم للسيد المحافظ او غيره؟ عاملين شكاوي يا فندم والله، عاملين شكاوي، مقدمين شكاوي في كل حته. بس هم مش راضيين. احنا يا استاذه هدى دوله قانون، وسياده الرئيس قال احنا دوله قانون مش طابونا. انا بوضح لحضرتك اهو، احنا معانا ورق نستخدمه. اعضاء مجلس الشعب ما ساعدوكيش، انا بوصل صوتك من خلال هذا البرنامج ان شاء الله يوصل باذن الله، وان شاء الله تبشرينا خير. وخلي بالك برضو في ناس تانية ممكن يكونوا غيرك نفسهم يروحوا اكتوبر. ايوه يا فندم، بس احنا شغلنا هنا قريب، هنروح ازاي ونرجع بالليل؟ انا برجع 9 بالليل، ارجع ازاي وامشي ازاي في اكتوبر لوحدي؟ لا هي اكتوبر مش مقطوعه يعني. لا يا فندم، الحته اللي هيودونا فيها بقول لحضرتك على طريق الفيوم، مش يعني فيها مرافق يا استاذه هدى؟ مش فيها مرافق؟ لا انا ما شفتهاش، انا شفتها. طيب ما هو دي نقطه بقى جوهريه يا استاذه هدى، معلش. انا طبعا تشرفت بسماع صوت حضرتك وتشرفت بيكي في البرنامج. طالما ما شفناهاش مش عايزين نسبق الاحداث. يمكن تكون جميله، ويمكن تكون حلوه، ويمكن تكون وش السعد عليكي وعلى اولادك. يا فندم مواصلاتها تبقى صعبه جدا، اجيب فلوس منين؟ انا مرتبي 2000 جنيه، انا اجيب فلوس منين اروح كل يوم واجي كل يوم الشغل؟ انت مشكلتك في الشغل. انا كده هترفد. طيب انا اظن ان في حل ممكن نوصل له. انت ممكن لو خدت الشقه دي والناس خدوا الشقه ومثلا ده حقهم، ده هيبقى متهيألي هتبقى شقه قدام شقه، صح كده؟ بيعوا الشقق وتعالوا اسكنوا في اماكن قريبه من اعمالكم وخلاص. هتعملوا ايه يا فندم؟ هبيعها ايه؟ ده هي ما تعملش 50 جنيه كلها. 50 لا انا بتكلم على الشقق اللي هناك اللي انتوا هتستلموها دي، ما هي دي حقكم عشان انتوا بيعوضوكوا عن حاجه. هو المترو هو اللي هيشيل الشقق دي؟ لا احنا سمعنا ان هي جاي لها قرار ازاله. ليه بقى؟ ليه قرار ازاله ليه؟ حضرتك بيقولوا ان البلوكات اللي تحت، البدرمونات اللي تحت عايمه ميه. طب هما كده خايفين عليكم يا استاذه هدى برضه. طب ما خايفين علينا يحطونا في مكان. طيب هنا انا قريب من شغلنا يا فندم.
احنا كام اسره متضرره، مش انا لوحدي. طيب انا سمعت صوتك، اسره متضرره من الموضوع ده. انا سمعت صوت حضرتك وتشرفت بيكي، وبقول لك تاني اهو انت اشرف من اي حد، لانك بتشتغلي وبتتعبي على اولادك، حتى لو كنت عامله نظافه انا اتشرف بحضرتك واتشرف بيكي، وليا الشرف اني سمعت صوت حضرتك في البرنامج. وبقول لك ان شاء الله ان شاء الله يكون الحل قريب، وان شاء الله نبشرك خير. طيب الحمد لله ان احنا صوت الفقراء بيوصل لنا، الحمد لله ان احنا بنحاول نوصل صوت الناس التعبانه، الحمد لله ان احنا بنحاول نوصل صوت الناس اللي الامور عندهم ضاقت. انا بقول لكم دولتنا دوله قانون، اهو بعيد عليك الكلام، دولتنا دوله قانون. النهارده لو حضرتك شفت فساد، ورقه محترمه، اكتب شكوى واطلع على مجلس الوزراء، عندك رقم انا ببلغك بيه، رقم مهم جدا 16528. الرقم ده من اخطر الارقام في مصر. هتقول لي ايه الرقم ده؟ هقول لك ده رقم شكاوى مجلس الوزراء المصري. هتقول لي بيعملوا حاجه؟ والله بيعملوا. هتقول لي بيستقبلوا شكوتي؟ هقول لك والله بيستقبلوا شكوتك. انت قرفان من حاجه، من مصلحه حكوميه، شفت موظف ما بيأديش عمله على الوجه المناسب، شكوى 16528 مجلس الوزراء. حضرتك شفت حاجه زباله في الشارع 16528. حضرتك متضايق من مصلحه حكوميه، حضرتك ما عملوش المصلحه ليك كما ينبغي، حضرتك متضايق من حاجه معينه في الدوله 16528. احنا دوله قانون. صدقوني في ناس هتقول لي يا سيادة المستشار ولا يا أستاذ وائل ولا يا أستاذ فلان أنتوا بتقولوا كلام وما بيحصلش. لا والله، بص حضرتك واحدة واحدة كده مع بعض، جرب تشتكي، جرب تشتكي في حقك، عاوز حقك اشتكي، لقيت اللي قدامك مش بيديك حقك روح اشتكيه، لقيته أثر في عمله روح اشتكيه أيا كان منصبه. والله الموضوع مفتوح لكل الناس، ما تقوليش اصل ده وزير وده غفير، لا حقك تاخده بالقانون، احنا دولة قانون مش طابونة، والله دي حقيقة. خد حقك بالقانون، هتتعب شوية معلش، هتتعب شوية بس هتاخد حقك. عشان كده انا عاوزكم موضوع زي موضوع قرية بني محمد دي، موضوع مهزلة فساد، لما مستشفى تكون مقفولة لمصلحة مين؟ فين أعضاء مجلس الشعب اللي هم رشحوهم؟ فين أهلنا؟ فين ناسنا؟ ما اشتكيتوش ليه؟ اشتكي مرة واتنين وتلاتة. عشان كده أرجع وأقول لك الثانوية العامة مش نهاية المطاف. والله حاول مرة، حاول مرتين، حاول تلاتة، حاول أربعة. الأفكار كلها من وحي الخيال، الواتساب اللي بيتحكم النهاردة في 900 مليون شخص على مستوى العالم، الواتساب ده كان فكرة الأخ جان مع فيشرمان قاعدين، احنا ازاي نعمل برنامج او برنامج يحمي مكالماتنا، اخترعوا الواتساب. سبحان الله، افكار بتنفع العالم، تنفع البشرية، زي الواي فاي برضو. العالم المصري اللي من امبابة، عالم مصري من امبابة هو مخترع الواي فاي على مستوى العالم، عايش في كندا النهاردة، مهندس كان عايش في امبابة. يا جماعة والله بلدنا فيها عظماء، بس ادوهم الفرصة. عشان كده أنا ببلغ رسالتي لكل أب لكل أم، اوعى تصدر طاقة سلبية لولادك، اوعى تقول له انت غبي، اوعى تقول لها انت غبية، اوعي في أي يوم من الأيام. أنا هقول لكم على قصة سريعة في عجالة قبل ما نختم برنامجنا. بيقول لك ان في عالم من العلماء المدرسه قالت له، بعتت جواب لوالدته وكتبت في الجواب ده ابنك بطيء الفهم لا يصلح ان يكون في المدرسه وغبي. عارفين ده مين؟ ده اديسون. يا نهار ابيض، اديسون، نيوتن قصدي، نيوتن. طب هو ايه اللي حصل؟ اديسون ده عمل ايه؟ ده علم العالم،
هو ايه اللي حصل؟ والدته ما رضتش تقول له، قال لها هو ايه مكتوب ايه في الجواب ده يا ماما؟ قالت له مكتوب ان ابنك قدراته العقلية، الام بتقول لابنها قدراته العقلية اعظم من قدرات المدرسة، فاصبح العالم الجليل اللي علم العالم، علم العالم، اديسون علم العالم واخترع اختراعات رهيبة. عارف ليه؟ عشان والدته ما صدرتلوش طاقة سلبية. بيقول لك لما والدته توفت فبيعبس في أشيائها، فوجد الرسالة مكتوب فيها، كان الجواب اللي هو ضاعت من المدرسة، فبكى. أنا ببكي معاه. عارف ليه؟ لما قرى الرسالة لقى إن الرسالة مكتوبة للمدرسة من لأمه إن ابنك غبي. فعارف قال إيه؟ قال إيه أديسون؟ كنت غبيا فأصلحتني أمي. آه والله كان غبي، بيعترف إن هو غبي، وهو كان عقلية مستفزة، عقلية علمت البشرية كلها، اخترع اختراعات رهيبة يا جماعة. عشان كده بقول لكل الناس اللي نجحوا في الثانوية العامة ألف مليون مبروك، اللي فشلوا ملحوقة، ما تقلقش، ما تقلقش على نفسك، مش نهاية المطاف، والله ما نهاية المطاف. اوعى تقدم على الانتحار والكلام العبيط ده، اوعى او اوعي، الكلام ده غير وارد. انت ممكن تبقى احسن من كده، وممكن تعلم البشرية، وممكن تبقى ناجح في حاجات تانية. في ناس تجار كانوا بادئين مندوبين في الشارع، مندوب بيبيع حاجات، مندوب النهاردة بيتحكم في تجارة عالمية على مستوى العالم، بدأ من الصفر. خلي عندك أمل، خلي عندك طموح، خليك أسد، خليك أسد، الأسد محدش بياكل أكله، خليك قوي. أنا بصراحة أتمنى وأسأل ربنا، ودايما نسأل ربنا، اوعى تسأل العبد، اسأل ربنا إن يحفظ بلدنا ويدينا على قد نيتنا. ولا بلاش، في ناس هتزعى تقول لك قد نيتنا يبقى هتخرب. لا، نيتنا حلوة إن شاء الله، نيتنا جميلة، ربنا يحفظ بلدنا وولادنا. واللي فشل يرجع يحاول تاني، لو فشل يحاول تالت، يحاول رابع، يحاول لغاية ما ينجح. اوعى تصدروا للناس طاقة سلبية، حافظوا على بناتكم، حافظوا على أولادكم، حافظوا على أهلكم، حافظوا على جيرانكم. فرحت وسعدت إني كنت معاكم، أسأل ربنا سبحانه وتعالى إن يكرم بلدنا ويكرم أهلنا ويفرحنا ويمنع عننا أي شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.